ارتفاع أسبوعي مستمر بأسعار المحروقات عم بفاقم معاناة اللبنانيين ويزيد من أعباءهم الكبيرة، بحيث يجد المواطن نفسه أمام خيار وحيد لمفر منه، وهو التخفيف من تنقلاته وحصره ببعض الأحيان فقط ضمن نطاق العمل. بين الأسباب الداخلية المتمثلة بتقلبات الدولار على منصة صيرفة كما السوق السوداء، وبين الأسباب الخارجية وهي ارتفاع أسعار النفط عالمياً. قفزت صفيحة البنزين 95 أوكتان لسعر 666 ألف ليرة و98 أوكتان 677 ألف ليرة، أي أصبح ال20 لتر من المحروقات يوازي الحد الأدنى للأجور البالغ 675 ألف ليرة. أما الأخطر فهو أنه الحبل على الجرار. بالأسبوعين الماضيين شهدنا استقرار بسعر صرف الدولار بلبنان، يمكن سعر السوق السوداء اللي تراوحت بحدود بين 27-28 ألف، واللي صايره على 24-425 كانت ثابته تقريبا. بس ده شفنا ارتفاعات، ليش؟ لانه سعر برميل النفط وصل تخطى ال 123 دولار. كل هيدي بعدها انعكاسات تداعيات الحرب اللي عم تصير باوروبا. بس واليوم عم نشهد انه بالرغم من انه الرئيس الامريكي بايدن عم يستميت لحتى يحاول يقنع الدول المنتجه للنفط، يحاول يزيد شوي الانتاج ليخفض الاسعار ليخفف شوي من الضغط على الاقتصاد، مع هيدا ما عم يقدر يتوصل لنتيجة وعم دار سعر البرميل عالي. ليش؟ لأنه عم نشوف ارتفاع تراجع بالإنتاج النفط الروسي، هيدا عم بيخلي الكميات المتواجدة بالأسواق العالمية خفيفة، وعم بيصير ضغط عليها والعرض أقل من الطلب، وخصوصا دول أوروبية بعد قرارها أن تقاطع شراء النفط الروسي عم تتوجه لتلاقي مصادر بديلة. هي أزمة عالمية، فمصاب اللبنانيين عم يتشارك فيها أيضا كل من أمريكا، حيث وصل جالون البنزين فيها أي ما يقارب الأربع لترات إلى سعر 6 دولار. أما بفرنسا فاقتربت زيادة سعر البنزين فيها من نسبة 30%. من هون مناشدة لمصرف لبنان من أجل المساعدة بالحد الأدنى. أعطيك مثل بفرنسا، تانكة البنزين إذا بتحسب على اللبناني فوق 1,300,000 ليرة، وكل دول العالم هذه تداعيات ارتفاع أسعار النفط بالعالم. ولكن بلبنان هلأ سمعنا نحن أنه مصرف لبنان يمكن ما يبقى على سعر صرف الدولار حسب منصة صيرفة لاستيراد البنزين، يعني مثل ما هو قال من عدة أشهر، يعني أنه هو مفروض على شركات مستوردة للبنزين للنفط تأمن هي الدولارات لاستيراد البنزين. هيدا شو بيعني؟ هيدا بيعني أنت بتروح من 24,700 لتروح على 28,000، يعني عندك بحدود 100,000 ليرة زيادة على تانكة البنزين. مش هيك يعني مصرف لبنان إذا فيه لأنه هالصيفية يضلوا مواكب شوي حسب منصة صيرفة، فليضل في عنا شوية استقرار بموضوع البنزين. ارتفاع أسعار عم بيهدد القطاع بأكمله بآثاره السلبية، فهل رح نشهد اضطراب على صعيد الموزعين وأصحاب المحطات تحديداً؟ نحن بالاجتماعات اللي صارت وبالاتصالات نحن ما بقى قادرين نحمل كمواطنين بالأول هالارتفاع الموجود، وكأصحاب محطات وكموزعين، لأن نحن ما عندنا رساميل تحمل هالمبالغ. كميون البنزين صار ثمنه 1,000,000,000 ليرة، لما نجمع 8,000,000,000 ليرة كميون البنزين. هيدي المشكلة وصلنا لها، ونحن طلبنا المسؤولين تحرك بهذا الموضوع، ينعمل سقف لسعر صيرفة، ينعمل سعر دولار للمحروقات للبنزين، خاصة في معظم المناطق اللبنانية في عدد كبير من أصحاب المحطات نسبة منا قليلة تقريبا 30% صاروا بوضع التسكير، فكروا لأنه ما عندهم إمكانية يدفعوا ثمن البضاعة للشركات. سلف نحن ندفع سلف قبل بيومين ما نحمل البضاعة، لا بدهم يحولوا المبالغ على سعر صيرفة لا يقدروا يجيبوا بنزين. تانك البنزين صار بحدود تخطت 650,000، رح توصل ل 700,000، وتخمين توصل أكثر من هيدا. بعد جعل صاحب المحطة 20,000 ليرة، يعني 20,000 ليرة بالمنقوشة في في في, في أكثر من هاي. كيف صاحب المحطة اللي بتبيع تقريبا 100-150 تانك أكثرية المحطات بنهار بيطلع 60-70 دولار من وراء الجعالة؟ إذا بده يدور موتور الكهرباء بده مزود بحدود 70-80 دولار، 90 دولار يدور بس موتور الكهرباء اللي حتى يبيع بنزينته. مفروض على وزارة الطاقة، وصلنا كتير حكين مع الوزارة، تعالج هيدا الموضوع. إذا زادت 10,000 ليرة إنهم يبيعوا 700,000 ليرة ما رح تقدم متأخر. من غير المتوقع أنه تسجل أسعار المحروقات تراجع ملحوظ بالمديين القريب والمتوسط.
فخارطة الأسعار العالمية عن زود، فهل ستخرج المحروقات من متناول اللبنانيين، مما رح ينعكس تراجع بالاستهلاك والتنقل بظل غياب النقل العام والمشترك؟